اهلا بكم الى نشرة الواي اف بي اليومية عن اداء اسواق الاسهم الامريكية. دقائق قليلة تفصلون عن جرس الاغلاق والمؤشرات الرئيسية تشهد ارتفاعا خجولا. مؤشر داو جونز مرتفع ب 0.48%، مؤشر ناسداك مرتفع ب 0.54%، ومؤشر اس ام بي مرتفع ب 0.53%. ارتفاع لا بأس به، وهو يعود في المقام الاول الى تراجع مخاوف المستثمرين بشأن الأزمة في قبرص، وذلك بعد أن قال نائب رئيس حزب التجمع الديمقراطي الحاكم أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القادمة. نذكر أن قبرص تسعى حاليا لتأمين 5.8 مليار يورو، وهو المبلغ الذي عليها جمعه لتتمكن من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. كذلك يعكس ارتفاع المؤشرات اليوم تفاؤل المستثمرين ببعض بيانات الأداء الفصلية الإيجابية من شركات كنايكي للمعدات الرياضية، والتي ارتفع سهمها بحوالي 11% اليوم، وأيضا شركة تيفانيز للمجوهرات والتي ارتفع سهمها اليوم بحوالي 2%. ونبقى في قطاع الشركات ونخص بالذكر سهم شركة بلاك بيري الذي تراجع اليوم بشدة بأكثر من 8%، 8.72%، وذلك بعد أن طرحت الشركة جهاز بلاك بيري زيتا في الأسواق الأمريكية ولكن دون اهتمام كبير من الأصوات. كذلك اهتم المستثمرون اليوم بأسهم شركة أبل والتي ارتفعت اليوم وسط أخبار عن نية الشركة طرح جهازي آيفون وآيباد جديدين في 29 من شهر يونيو القادم، والذي سيصادف العيد السنوي السادس لإطلاق أول جهاز آيفون. وبهذا نأتي إلى نهاية نشرتنا لليوم، نلقاكم يوم الاثنين، إلى اللقاء.